صباح الخير لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم الثلاثة تسعة كانون الثاني 2024. بهذه الحلقة رح استضيف الكاتب السياسي الصحافي الأستاذ خليل نصر الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل، ورح يكون معنا بعد شوي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط، كمان لقراءة عسكرية واستراتيجية. أستاذ خليل، عناوين كثير اليوم يعني بدنا نحكي فيها، بس يعني خلينا نبدأ من التطور الميداني والتصعيد الميداني في جبهة جنوب لبنان. إذا بدك نرجع شوي لمبارح لما صار في استهداف لقائد عسكري كبير بحزب الله، ما يعني نوع هذا الرد إذا بدك الإسرائيلي؟ شكرا لك. أولا بما يتعلق بالحاج جواد، هو في قوة الرضوان، يعني قائد عسكري في قوة الرضوان، هذه نقطة جوهرية. لأنه في ناس كانوا عم أنا ما بدي، ما هو المشكل بالإعلام امبارح، القنوات العربية والقنوات العبرية قدمت شيء ما مرتبط بصورة الإسرائيلي عم بيحاول يحسنها لإله. لذلك بما يتعلق بالحاج الشهيد، طبعا هو رجل ميدان ومقتدر وقوي ومن العقول، وهذه بس ما يعني محمد. هذا التأكيد لا، انه من هو قوة في هو قوة ضرب الرضوان، كبير يعني هو قوة الرضوان او لا؟ هو في قوة الرضوان يعني هلا بالمستويات العسكرية هي المقاومة بتعرفها، هو قائد في قوة الرضوان، وهذا الامر يجب ان نحسم ونكون واضحين، لانه حتى ما يكون في صدى لما اراد الاسرائيلي امبارح من خلال وسائل إعلامه، حتى تبني وزير الخارجية الإسرائيلي ليلا، هذا له طبعا أسبابه لهذه العملية، محاولة تقديمها أنه على أنه نصر. أنت الاغتيال مش نصر، وما أنتم بتعترفوا أنه منه نصر، ولكن هو قائد في قوة الرضوان. أنا امبارح كثير من القنوات كانت تتحدث بشكل مختلف تماما، أنه هناك قائد جهادي كبير في المقاومة تم اغتياله، تقديم صورة ومشهدية مختلفة. كل المقاومين غاليين غاليين، كل عنصر في المقاومة غالي بمستوياته القيادية، لكن بلعبة الإعلام اللي عم بيحاولوا هم يعملوها للتغطية على حدث ميرون تحديدا، هذا يجب أن نتنبه إليه لنوصف الأمور بواقعية. بس شو يعني لما العدو وعلى أي يقول حال أنه ما قدمته المقاومة يعني ما هو قدمته إنجاز. المقاومة ما قدمته المقاومة بالسيرة الذاتية للشهيد الحاج جواد يمكن لأي وسيلة إعلامية ويمكن لأي شخص أن يطلع عليه ويعرف ماهية هذا الرجل وهذا الشهيد العظيم والعزيز على كل قلوب كل الناس، ومن عائلة يعني. قدمت الكثير من الشهداء. طبعا يعني الحمد لله بهذا الجانب فيما يتعلق بهذه النقطة، بس أنه امبارح الإعلام كان عم يلعب دور وأخذت الأمور إلى مكان، لأنه هذا بترتب عليه أمور، لذلك أنا عم صوب هذه النقطة. شوف الإسرائيلي بالأيام بعد اغتيال الشهيد العروري رفع مستوى الاستنفار يمكن إلى الحالة القصوى، إذا في ما بعد القصوى كان مستعد يعملها. في ذروتها تم ضرب قاعدة ميرون الجوية، خلينا كرد نقول على على كرد أول العروري، كرد أول على استشهاد الشهيد العروري، وعلى هيدي والمقاومة بوقتها تركت الأمور مفتوحة وتقصدت أنه تبين الإسرائيلي شيء من هيدي مما حصل. شوفي، في اثنين بيعرفوا الحجم الضربي بشكل أساسي، هن المقاومة بلبنان عارفة شو عملت، والإسرائيلي عارف شو تلقى. بالأيام الماضية ثلاثة بعد الضربة، يعني الإسرائيلي كان يبحث عن هدف، وأكثر من غارة حصلت بجنوب لبنان هو كان يبحث عن هدف. أولا له علاقة بالصورة، اثنين أنه هو عم يحاول لحزب الله أنه أنا بردع أنا مكمل معك بالاشتباك، وثلاثة والمسألة الأهم أنه أنا ما بسكت كمان، يعني المقاومة تقول نحن لا يعني نصمت ورد وعقاب وما في زمن، لأنه هلا قصة الزمان والمكان ساقطة لأنه جبهة مفتوحة. فبالتالي هو عم بيحاول يعمل هيدا الشيء. شو عمل بالأمس؟ أولا الاغتيال جبان، يعني مش اغتيال له علاقة مثلا والله الشهيد الحاج جواد كان في غرفة العمليات مثلا أو شيء وتمكن من التسلل إليها، ومش هيك صار. يعني هو كمان تجاوز لقواعد الحرب لا انت جيت، لا هي في سياق الاشتباك، يعني نكون هيك هي بسياق الحرب القائمه الان، ما هي اصلا في كثير من المسائل صارت، حتى موضوع المدايات شوي بطلت مثل قبل. اجى شو عمل هو؟ ذهب اليه الى انه الى منزله، الزلمه كان ببيته وطلع
وصار اللي صار، صحيح؟ هذا مش إنجاز، إنه هو بيعرف، هو بيعرف كثير من كوادر المقاومة وما نزلهم، يعني إنه أنت بتروح تقتله قدام بيته، يعني صارت كثيرا مثلا بكثير من المطارح كإنجاز أمني، إنه أنت والله عرفته، ما كنا بنعرف ذراعك الاستخباري، وبالمقابل المقاومة بتعرف عنك كثير يعني، والرد اللي صار اليوم وغيره اللي بنحكي فيه، إنه هذا كله ضمن شو؟ إنه ما هي بتعرف عنك وأنت بتعرف عنها، والله أنت قدرت تعمل هون، لكن هن شو عم بيعمل؟ هو أربع شغلات، أولاً وهيدي ما رح تتحقق، انه اريد انه شوي يمحي صوره ميرون من الاعلام والحديث عن ميرون، نحن ما نضل نحكي بميرون، ضل هيدا الموضوع باعلام، هو عم بيحاول يغطي. اثنين عم بيحاكي هواجس المستوطن، انه انا اغتلت شخص في قوه الرضوان، هن شو بيحكوا ليلا صبحا ظهرا رضوان على الحدود، تمام؟ اذا هو راح انتقى هدف او شخص اللي هو الشهيد الحاج جواد بقوه الرضوان، هيدي لها علاقه بالصوره. ثلاثه عمليه التوظيف السياسي، هيدي مع حزب الله ما بتنفع ولا مع حماس بتنفع، ما بتنفع مع حدا. هاي من الامس لليوم اخرهم كان ليلا طلع وزير الخارجيه وبيقول انه نحن اختلنا قائد كبير بقوه الرضوان، كمان عم بيقدم صوره للمستوطن، هذا كله بسياق اللي له علاقه بمحو الصوره ومحاوله خلينا نقول تقديم منجز ما بالنسبه له. بس هو بيعرف العدو هون عم يكذب، عم بيقول مش قصة عم يكذب وعم بيوظف، بس هيدا قديش قديش بينجح التوظيف. اثنين انه اذا كان هو عم بفكر انه والله عمليه تاثير او انا اثرت، كل شاب بالمقاومه ما من زمان، كل قائد بالمقاومه هو له وزنه بغض النظر عن مستوى العسكري، شو مستوياته عفوا يعني القيادية، هو له وزنه بالمقاومة وعزيز على قلب المقاومة، تمام؟ هلا بغض النظر القام مقامه ولا ده، لكن عم تحكي هون على دور اليوم الرتبة الأعلى عسكريا اليوم، هيدي بالجيوش بيعملوها مش هاي بالجيوش، هون في مفهوم خاطئ عند الناس بده يصح. بالجيوش فيك تقول في عميد عم بيتصارع مع عميد كرمال رتبة، وبالجيوش فيك تقول فلان عم بزيح فلان وفلان أعلى منه بده يقعد محله. بالمقاومة لا، عم نحكي من حيث المهام، بالمهام بالمقاومة لا، بالمقاومة الإسرائيلي بيعرف إنه هي مهام منظومة، يعني عمل منظومة، صحيح قد يكون الشهيد الشخص وهو كذلك من الأشخاص اللي يخبرون الميدان، وفي كثير من نحن بنسميهم هلا مصطلح ضباط المقاومة، خلينا نقول قادة ميدانيين بالمقاومة، لكن هيدا موجود عند كثار. اثنين عمل المقاومة اليوم مش أنا إلي وأنت إلك، هي نقطة جوهرية، عمل المقاومة اليوم عمل فريق، لذلك فقدان الشخص لا يؤثر بالعمل، هاي نقطة كثير مهمة. لأعطيكي أكثر لنثبتها للمشاهد، نحكي من الحكي الإسرائيلي، مش هلا نشيل نحن شو من الإعلام، لا مش من الإعلام العبري، من عميد ساعر اللي كان هو بشبكة أمان، يعني له مقابلة بأبريل 2022 لما كان في عملية تريد أن نقتل الصنوار، بيقولوا إنه قتل الصنوار أمر دراماتيكي، يعني هلا أنا عم ردد على كذا محطة كمان للعالم شوي هيك تترسخ أكثر، ولكن في غموض إذا قتلنا الصنوار، بمهم المذيع بيعطوا بيقولوا إنه أنتم يعني ستقتلون الصنوار هدف، بيقول له بالحرب بيقول له ممكن بالحرب يكون هدف، لكن بس بيكمل وشو بيقول له؟ بيقول له نحن عم نتعاطى مع منظومه اسمها حماس، وبالحرب ممكن انت تقتل الصنوار، لكن نحن مشكلتنا انه ما في حلول سحريه مع المنظومه، يعني ما حسب الله كذلك الامر، في مشكله عنده اسمها المنظومه، يعني هو بيعرف، هو بيستشهد بيقول استقتلنا عباس الموسوي كان في غموض واجا السيد حسن، هو بسميهم بالضبط، بقول اقتلنا نحن الشيخ احمد ياسين، اجا عبد العزيز الرنتيسي، لذلك عمليه اغتيال الشخص او ايضا ما حد يحكي حجم قائد مستوى يعني اول بالمقاومه قيادي، السنوار اليوم واضح موقعه، طيب حتى بلبنان اغتالوا الحاج عماد مغني قائد الانتصارين، هل هيدا الشيء قضى على فكرة المقاومة منظومة عمل المقاومة؟ بالعكس، شو في تطور، بس ما بيأثر على قدرة وقوة الإدارة الميدانية العسكرية. هلا هيدي الشغلة ما برجع بقول لك إنه هيدا الأهل الميدان أخبر، بس لا ما ليش بدها تأثر يعني إنه أوكي ممكن بمطرح معين يصير فقد يصير في شيء والله، بس إنه القيادات ولادي بالمقاومة، محاور التقديم الإسرائيلي هيدا الموضوع على إنه انتصار، نحن بنقول العكس، يعني بالبعد الديني والبعد العقائدي اللي بتفهمه المقاومة
الحاج جواد فاز امبارح، ربح ربح شيء هو يسعى اليه كل عمره من اول ما خلق ومن اول ما وعى الدنيا لحتى يفهمون كيف بيفكروا، بعدين لحتى لما ياخذوها يسقطوها على كانهم جيش وضباط ورتب ورقيب، وما هودي على جنب هون هون نيل الشهاده، فهو انه نيلها هيدي بيشتغلها ببيته وبسلوكه الحياتي، ببيته بسلوكه الحياتي وببناء نفسه وعلمه ومعرفة. هذا كله الجهاد مش بس سلاح لينال هيدا، كل هيدا الموضوع كله لو وصل للمرحله اللي هو ينال شيء هو كان راكد له وساعي له. اذا عمليه تقديمها كانه نصر، لا منا نصر يعني، بس الاسرائيلي اصلا بيعرف هو، شوفي يمكن متوفر له اهداف اكبر بس هو بيعمل حساباته. هو امبارح عمل الضربه وعارف ان حزب الله بده يرجع يرد على الرد، لذلك صار الرد اليوم بقرار قيادة المنطقه الشماليه. تمام، هلا حجم هذا الرد قيادة المنطقه الشماليه من فتره ضربوا مقر حد القياده المنطقه الشماليه يعني قريب من المنطقه تابع لفرقه الجليل 91 هذا بس تحديدا، لقول له انت هذا الموقع اللي عملته جديد انا بعرفه بعت له انقضاضيه، يعني هالقد المقاومه البحث الشغل يعني اللي عم يعملوا اليوم. اطار الرد حمل اسمين، حمل اسم الشهيد الكبير صالح عاروري اللي انا برايي ايضا هو شهيد حزب الله، هو شهيد المحور وبعد في ردود اكيد العمليه مكمله ضمن المقاومه شو شايفه شو مقدره، وايضا الاسم الحاج جواد هيدا رد اليوم. انا بعتقد اليوم حيكون بيشبه نهار الخميس، وهيدا بلش من الصبح يعني نهار الخميس اللي كان قبل الهدنه بيوم. المقاومه وقتها نفذت 22 عمليه على ردا على عمليه الغدر ببيت يحون، لان رفقاته واصدقائه ورفاق دربه للحاج جواد وقتها كمان حاول يعني هيك شوي يفكر انه بيتخطى الحدود، وكان يوم قاسي على الاسرائيلي، وكانت عمليه القتل والتنكيل بجنوده على الحدود واضحه المعالم عم نشوفها على الشاشات، وكان بس يريد ان تقف المساله. اليوم بده يشوف يعني بقيت بلشت انه هلا ياكل عمليات نوعية وضربات نوعية بغض النظر عن اختلاف الظروف. ونقطة أهم من هول أنه موضوع الرد بالنسبة للمقاومة ما له علاقة، لو بكون كل العالم عم يتفاوض مش بلينكن قاعد هلأ مخيم بالمنطقة بدهم يردوا، هذا 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 محسوم. هذا الاسرائيلي ما بيفهم الا هيك. طب يعني لم يرتدع الاسرائيلي بخطابه الاخير السيد نصر الله او يمكن قبل الاخير، قال انه نحذركم من الرد على الرد، وهذا شيء معروف في ردوا على الرد الكيان الغاصب والمتوحش يرد على ردة الفعل. امبارح كان ردة فعل، هلا رجعوا ردوا على الرد. طيب ردوا على الرد المقام، المقام رد على الرد شو يعني؟ هلا عمليه اليوم الصبح اللي هلا اوليه ما بعرف شو صار عمليات لهلا، صاروا معلنين عن تنتين بيناتهم هيدي. اذا يعني محمد. التهديد الرد اللي قدم السيد نصر الله هو لوين راح يكون؟ قال اذا نحن ما راح يكون في رد على الرد ممكن نروح لمرحله ما عنده مشكله المقاومه هذا الموضوع. شوفي لما السيد حسن نصر الله طلع ما بدي بوضحها انا هيدي هون، لكن ما يصير لبس كمان. حزب الله قال له سيدي انا بدي رد، وانت عامل ضربه متخطي فيها الخطوط الحمراء كلها، يعني ما في خطوط حمراء، واختلت الشهيد صالح العروري وبقلب الضاحي. قبل ما يقدم على الرد حط له حدود، قال له ترى انا ليك اذا بدك تروح للحرب انا بسقط كل الضوابط. بتعرف شو يعني بسقط كل الضوابط؟ يعني كامل هيدي قصة انه تل ابيب وغشدان وقواعد عسكرية تخبز بالفراح، خلص بدون ضوابط، حرب 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 عادية. يعني هذه الحرب يعني مو تصعيد وضرب بضرب شيء، وانك انت مثلا تيجي تعمل عسكر لعسكر مسألة تانية، ولكن انك انت تروح العملية بدون ضوابط. ليك شو كان عم يقول لنا؟ احنا رايحين نرد ورد قاسي وبعده مكمل الرد ما خلص، اذا بتغلط بالحسابات نحن رايحين للحرب. هي وحده ردعوا، هذا خطاب ردعوا فيه، ردعوا مش من منطلق عم بخوفوا، ردعوا من منطلق الجديه بهذا الطرح، والاسرائيلي بيعرف انه طرح جدي. طيب اثنين، شو اجى عمل؟ ما بيجي عامل لك ثلاث ايام عم يدور على هدف، كان واضح اصلا عم شغل وعمل وصار بدور هدف، وأرم يمكن يكون عنده كثير من الأهداف، لكن هو حاول إنه بمكان معين امبارح يفتح هيدي القوة إنه أنا اختلت لك قائد ميداني، وقدم هو بالصورة اللي بده إياها، وشفنا وسائل الإعلام اللي بتشتغل عند الإسرائيلي عند هول العرب. شو النتيجة كانت اليوم الصبح؟ إنه حزب الله عم يرجع يرد عليه بالطريقة اللي بيفهم عليه الإسرائيلي، إنه نروق إنه أنت بدك تفتح هيك نحن بنعمل هيك. هذا الرد اليوم هلا الرد الصبح هلا اول رد صار اليوم بهو ضرب مقر قياده المنطقه الشماليه حرب صفت. تمام، قاعده داوود. طيب ومن عم بقول لك في احيان في اهداف هنا عم يضربها حزب الله الاسرائيلي عم بيوقف عندها 200 بيرجع لورا انه طب هو شو عرفهم انه هلا هيدي نحن عاملين كيت كيت، ممكن يكون هذا المقر بس في مطار ثاني. على كل حال هدول عم بيعرفوه نتيجه جمع المعلومات للمقاومه اللي واضح اصلا. برجع بقول لك بده يغطي على ميرون، بده يقول انا كمان بدي اعمل ردع، وهذا ما بيمشي الحال. لا الاسرائيلي اليوم ضربه ميرون كانت ضربه قاسيه ومؤلمه وموجعه، وعرقلت كثير من عمله
عرقلت. انا ما فينا نقول نهت، صعب. نعم. هيدا عيب نقوله اصلا، حتى البعض طلع يقول لك انه نهت العلاقة، عرقلت وضربه موجعه وضربه مؤلمه اللي حصلت بميرون. هو بده يغطي عليها، كان عم يعمل جهده الكامل يسحبها، يعني يخفف من وطئتها بالاعلام. مثلا قبل شوي بيقول انفجار مسيره في مقر. شوفي لما بيضرب بيت بجنوب لبنان بيطلع هيك بشده بين العسكري، قصفنا بنى تحتيه لحزب الله ودمرنا. لما بياكل الضربه بيقول لك فجرت طياره انقضاضيه اليوم مسيره بقلب هالقد، بده يخفف من الوطأة. اذا هو هون عم بيلعب، عم يعمل على عامل المستوطنين، لا المستوطن حيطمن ولهيدي العمليات بتطمن المستوطنين، ولا يمكن تغير من الوقائع. وفي اخر نقطه، في تفاوض هلا كبير بالمنطقه مبين، يعني ما عادش مخبى، لكن ما بيصير اي شيء، يعني اي تنفيذ او اي شيء او اي حكي حتى اليوم وصلت لهالقد ارتقت قبل وقف اطلاق النار بغزه، اللي قد تكون بعتقد يعني نحكي طبعا بموضوع المفاوضات اللي كمان اشار لها وزير الخارجيه، في فشل امريكاني بعمليه ما كانوا يريدونه. يعني خلي لسياق الحلقه افضل، اكيد بدنا ننتقل للخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد امين حطيت. سياده العميد صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. بدنا نسألك بالبداية، هل يعني هذا التصعيد الذي تشهده جبهة الجنوب اللبنانية ينذر بمرحلة جديدة من الحرب برأيك؟ بداية التحية لك ولضيفك العزيز وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. الواقع أن المواجهة مع العدو الإسرائيلي دخلت منذ أيام مرحلة الحرب الاستنزاف، وتختلف في قواعدها عن مرحلة حرب الإخضاع والسيطرة التي اتبعها العدو وفشل بها. نحن نعلم أنه بعد عملية طوفان الأقصى انطلق العدو الإسرائيلي في حرب شاملة تحت عنوان حرب السيطرة والإخضاع، وحدد لها أهداف ثلاثة معروفة باتت معروفة للجميع: تحرير الأسرى، تفكيك المقاومة، والتغيير الديمغرافي في القطاع. هذه الحرب، حرب الإخضاع والسيطرة التي عمل عليها العدو الإسرائيلي منذ تشرين الأول وحتى آخر العام، فشلت في تحقيق أي من أهدافها، وتحت ضغط الميدان والخسائر الفادحة، وتحت ضغط الجبهة الداخلية والضغط الأمريكي، تحول إلى حرب جديدة هي حرب الاستنزاف التي بدأها منذ أيام. هذه الحرب تتغير في قواعدها وفي آليتها عن حرب الإخضاع والسيطرة، وأيضا وظيفة الجبهات المساندة التي كانت قائمة في حرب الإخضاع والسيطرة تتغير بعض الشيء، والأعباء التي تتلقاها الجبهات المساندة تزداد بعض الشيء. وفي جوهر هذه الحرب، حرب الاستنزاف، هناك ثلاثة عناصر رئيسية بالنسبة للعدو الإسرائيلي. ربطا بين غزة والجبهات المساندة. العنصر الأول هو الخروج من المناطق الآهلة والأماكن المبنية لتخفيف خسائره. ثانيا، التمركز على محيط قطاع غزة والسعي لسيطرة على محور فيلادلفيا حتى يكون كامل القطاع في قبضته محاصرا من الخارج. ثالثا وهو الأهم، هو المعالجة بالنار بين أهداف المنطقة داخل القطاع، ومعالجة الأمنية بالاغتيالات لقيادات في محور المقاومة تؤثر على مسار الحرب وفقا لرؤيته. ولذلك شهدنا منذ 10 أيام، أي منذ أن وضع هذه الحرب، حرب الاستنزاف، موضع التنفيذ، تغييرا في أدائه وفي سلوكه، وما يقال أنه ينتظر أن يتحول إلى المرحلة الثالثة هو كلام هراء وكذب. العدو الإسرائيلي بدأ بالمرحلة المسماة الثالثة والتي هي حرب الاستنزاف منذ 10 أيام، وخفف من وجوده العسكري داخل القطاع، فانخفض كامل العديد المشتبك والمشترك والمساند من 100,000 كانوا إلى 65,000 حاضرا، ويرتقب أن يتراجع العدد إلى 35,000 أيضا. هذا التراجع
ليس بعد تحقيق انتصار، بعد عجز عن تحقيق أهداف. أما بالنسبة للجبهات المساندة عامة وجبهة لبنان خاصة، فإن للعدو الإسرائيلي معها أمر آخر ونظرة أخرى، لأن هذه الجبهة كشفت ثغرات كبيرة لم تكن في ذهن العدو أن يتوقعها، وأسقطت البنية الدفاعية الأساسية للعدو على جبهة الشمال، وأسقطت أيضا البنية الدفاعية البديلة التي اعتمدها بعد سقوط البنية الأساسية. ولذلك يتصرف العدو الإسرائيلي بخصوصية شديدة الخطورة مع جبهة الشمال، وهو لا يعرف كيف يعالج هذه الجبهة، لأنه إذا اتجه نحو التصعيد العسكري فالأمريكي أبلغه مسبقا وفقا لتقديراته بأنه لن يحقق نصرا في مقابل حزب الله، وهذا أمر منطقي. فإذا كان استعمال 100,000 جندي في الجنوب لقطاع لا يتجاوز 365 كيلومتر مربع وبعمل لمئة يوم لم يستطع أن يحقق أهدافه، فكيف بك بالحال مع جبهة الجنوب التي طولها 103 كيلومتر ومتصلة بعمقها الاستراتيجي وفيها وفقا لقوله 150,000 صاروخ جزء كبير منهم منها بعيدة المدى موجه ودقيق ويخدمه أو يستفيد من خدمات هذه الكتلة النارية 150,000 مقاتل من أشداء المقاتلين. لذلك العدو يهدد بالحرب في جبهة الشمال ويطلبها ويتمناها ولكن يخشاها. لذلك نجد أن دعاة الحرب في إسرائيل بقيادة نتنياهو هم قلة في مقابل دعاة الحل السياسي، لكن الحل السياسي الذي يمكن أن ينخرط فيه العدو لن يكون إلا لمصلحة لبنان، لأن كما أشار سماحة السيد أنها فرصة لاحت ينبغي اغتنامها، لأن الحل السياسي لا يمكن أن يقدم جوائز ترضية للعدو الإسرائيلي، بل يمكن أن يتخذ معبرا لتحقيق حقوق أو لإثبات وتثبيت وانتزاع حقوق للبنان في ثلاث عناوين رئيسية: عنوان الأرض والحدود، وعنوان الأمن والسيادة، وعنوان الحقوق المختلفة. فبالتالي هذه العناوين يمكن البحث بها إذا طرح الحل السياسي، لكن حزب الله لأنه بدأ بالجبهة المساندة من أجل خدمة الدفاع عن قطاع غزة لم يبحث في هذه الأمور قبل جلاء الموقف ووقت إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك يجد العدو الإسرائيلي والذين يتابعونه بالرعاية والاحتضان بالنسبة لجبهة لبنان مربكون. هم لا يستطيعون التصعيد في النار لأن الهزيمة بالانتظار، وهم لا يستطيعون أو لا يمكنهم الدخول في الحل السياسي لأن الحل السياسي بالنسبة لحزب الله مقفل بابه طالما أن النار مفتوحة في قطاع غزة. فحزب الله وضع جدول أولويات ورتب هذه الأولويات. الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار، الأولوية الثانية البحث الجدي بإعادة الحال في قطاع غزة إلى طبيعتها من غير حصار، الأولوية الثالثة تطرح المسائل التي ذكرت. نعم سيادة العميد، يعني شرح مفصل كافي ووافي، ولكن سؤال تقني هيك بنهاية الحديث: استسهال العدو الإسرائيلي اليوم على الاغتيالات، ما هو العامل المساعد في هذه المرحلة؟ وهل يعني اغتيال القيادات إن كان ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية وما يحصل أيضا في جبهة لبنان الجنوبية، هل هو تمهيد للتوسيع التوسع في الحرب؟ في مسألة الاغتيالات هو خط موازن لخط العمليات العسكرية. نعم. دائما في الميدان يكون الأفضلية للعمليات العسكرية من أجل الحسم، لكن إذا عجز الخصم عن الحسم
فإنه يلجأ إلى عملية الاغتيال، هذا معروف في التاريخ العسكري. وعملية الاغتيال تكون سابقة للعمل العسكري ومتزامنة معه ولاحقة له، تكون سابقة للعمل العسكري من أجل تمهيد البيئة المعنوية، وتكون متزامنة معه من أجل التأثير على البيئة العسكرية، وتكون لاحقة له إذا خسر العدو معركته العسكرية وأراد أن ينتقم وأن يخفف من خسارته. بمجرد أن ينتقل العدو الإسرائيلي في مواجهة محور المقاومة ومكوناته إلى الاغتيالات، هذا يعني أنه إقرار ضمني وفقا للقواعد الاستراتيجية وقواعد ضبط الصراعات، إقرار ضمني بأنه خسر حربه، لأنه لو كان قد فاز بحرب الإخضاع والسيطرة لما كان بحاجة لتعقب القادة واغتيالهم، لكان ألقى القبض عليهم على الأقل أو حيد وجودهم. اغتيالهم هو اعتراف بدورهم وقدرتهم على التأثير، لذلك يتجه إلى هذا الموضوع. السؤال: هل أن هذا الاغتيال سيقود إلى حرب واسعة وإلى تفجير الموقف؟ الحرب في هذا الإطار يبدأها أحد الفريقين. بالنسبة للمقاومة، المقاومة عندما افتتحت الجبهة كان لها أهدافها، وهذه الأهداف لازالت قائمة على ما هي عليه، لذلك المقاومة لن تكون البادئة بحرب واسعة، ولكن المقاومة تكون جاهزة للانخراط في الحرب الواسعة إذا فرضت عليها. نتنياهو يريد الحرب الواسعة، ولكن نتنياهو خشية من الضغوط الداخلية والضغوط الأمريكية لا يريد أن يكون البادئ في هذه الحرب، يريد أن يستدرج المقاومة لأن تبدأ حربا شاملة فيتخذها ذريعة وتلبى رغباته. المقاومة لن تهدي إسرائيل هذه الهدية الثمينة، لذلك أعتقد مهما اشتد الصراع ومهما كانت النزاعات حول الأهداف فإن الحرب الشاملة لن تقع وفقا للمنطق، ولكن تبقى الأمور محتملة. هذه مقولة النار التي تكون مشتعلة والريح تحركها في أي اتجاه يمكن أن يعمل بها، لذلك نستبعد الحرب الشاملة ولكن تبقى احتمالا الموضوع على الطاولة. شكرا لك سيادة العميد المتقاعد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي على هذا العرض المفصل. مشاهدينا نتوقف مع أول فاصل في هذه الحلقة، ابقوا معنا. بنكمل معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الكاتب السياسي الاستاذ خليل نصر الله، اهلا وسهلا فيك مره جديده. بدنا نفوت شوي على موضوع المفاوضات، المفاوضين اللي اجوا على لبنان شو حملوا، شيء جديد بالنسبه لوزير الخارجيه الامريكي؟ عاده كان يجي على تل ابيب خلال هيدا الحرب ويرجع بعدين يروح على الدول الاخرى، اذا راح اليوم بدات جولته بالعكس من الدول العربيه الى تل ابيب، شو الفرق وشو هلا هون يمكن نختلف بالقراءه مع البعض بالقراءة بتقديم المشهد، بس بالجوهر واحد. لازم نثبت نقاط انه هي حرب امريكية بدأتها واشنطن، لذلك اذا الحرب امريكية بدأتها واشنطن مش يعني نتنياهو بده، هي جو يعني يا منتفق انه الامريكان هذه حرب وهن داروه وهن شكلوا مجلس الحرب وبلينكن حضر الكابنت الاول وهن تابعوا تفاصيله، هو اجى قبل بشهر اعطى الفرصة الاخيرة، او لا نتنياهو كان عم يشتغل بلينكن معه. فأنا هون بس بدي ليش بدي ثبت قراءة الأمريكان، نطلع بالأمريكان ومنحكم أوكي. نشوف سلوكهم ومنحكم بالأسابيع الأسبوعين الأخيرين، في متغير بالخطاب الأمريكاني شئنا ما بينه بالخطاب، وفي متغير بالملموس كيف بنستنتجه؟ هلا أنا شو بدي بالشو عملوا بتل أبيب، موضوع قانون المعقولية وهول عملية ضغط على العلاقة بالداخل، العلاقة بالصراع اللي هني كمان بدهم يحاولوا ما ينفجر سريعا داخل إسرائيل. عملوا العديد من الإشارات. هلا قبل ما يجي بلينكن أصلا جولة مفادين سبقته، إجا هوكشتاين على تل أبيب. طبعا هوكشتاين معروف يعني مش حدا مش عندوش صفة تشريفية، الزلمة تختلف معه إسرائيلي اللي بدك، بس بدنا نوصف وقائع هو حالة رابط وحل نزاع، مش هذي هوكشتاين مش هو لما إجا على لبنان كان هيك
صح؟ طيب اثنين طبعا قبل كان عم بيحاول يتحصل الاسرائيلي، لما دخلت امنت المقاومه ورقه القوه صار اللي صار. طيب وبعت ليندر كينج على اليمن، يعني هو المبعوث الامريكي الى اليمن، في مشكله عندهم بالبحر الاحمر. شو بيقول؟ طبعا نفس الخطاب انه الحوثيين عم بيهددوا الملاحه، يخشي بيقول يعني انا حضوري الى المنطقه لخفض التصعيد. يعني هيدي عمليه ما خفض، مش هو وقف اطلاق النار او انهاء الحرب. خفض التصعيد شو يعني؟ يعني احنا ما هو بكشوف شو قبل هيدا الكلام في بريطانيا تهويل بأن نضرب اليمن. فالامريكان لهم 4 ايام اللي مروا، اذا بتلاحظي يعني من قبل حضور ليندر كينج ومع حضوره عمليه الازدهار عمليه دفاعيه ليست عمليه هجوميه. هذا هو فعلا هي شو بده يهاجم تضرب يعني ضربات، لانه عجزوا على تاليف هذا الاتفاق، بلعوا المنطقه بلعوا المنطقه. النقطه الثالثه كمان قوى المقاومه بالمنطقه، حزب الله اللي قالوا سمحت السيد حسن نصر الله انه كله تشديد على وقف اطلاق النار وبعدين بنحكي. يعني هول المفادين اللي عم بيجوا ويبعثونا، اجى جوزيف بوريل قطع المسافه وتعب ليقعد مع الحاج محمد رعد، صح؟ وقعد معه للزلمه وقال له سمع يعني واضحه جدا، واضحه جدا الموضوع وقف مش اطلاق النار بغزه. لذلك انا برجع بقول غزه وقف اطلاق النار هي الركيزه هناك. السيد عم يطلع وقف اطلاق نار غزه، بس كل المحيط ما في حل. لا عندي انا يعني ما في حل للمأزق اللي انا فيه بما فيه قطاع غزه. يعني انت اليوم لما بيقول لك الاسرائيلي لما بيجي بلينكن، ليش انا عم بقول انه الامور في تفاوض وفي متغير، بيطلع تركيا متغير بالخطاب وهذا بيعكس شيء عم بيصير، وهيدول من الامور. بتركيا شو قال؟ يعني من بيعتبروا انه تركيا مقرب حدا من حماس وحماس عندهم يعني جزء كبير جدا. بقول انا تركيا تلعب دور كبير بما يتعلق بالترتيبات الامنيه لمرحله ما بعد الحرب، ما قال سلطه فلسطينيه ولا انا رح اجيب محمود عباس ولا ابو ولا شيء على هذا الحكي. طبعا وكمل قال نحن بس من يعني ايضا من جزء ايضا الموضوع ضمان عدم تكرار 7 اكتوبر، يعني سلم يعني سلم ببقاء حماس، سلم ببقاء حماس بس يقول نحن ترتيبات امنيه ونضمن ما ترجع تنعاد، يعني سلم ببقاء حماس. الامريكان اللي هو رفع شعار القضاء على حماس، اللي هو بعث الاساطير من اليوم الاول، اذا الحرب الامريكانيه هذا اللي عم بيصير، كرمال نكون واقعيين هذا اللي عم بيصير. مبالغه شوي بتفسير هذا الخطاب الواضح. الزلمه اجى ما بلشش من تل ابيب، بلش من المنطقه من الدول مباشره بدا الحديث. شوف اليوم سامح شكري شو بيقول، حان الوقت خلص، يعني انه عم بيحكي هذا كله بعد ما حكيوا مع الامريكان، بلش يحكوا الاصابع في ضروره لحل الازمه بغزه بتحتاج لوقف اطلاق نار. وضوح بلش هلا هذا اللعبه الدوليه، حاله الضغط الان. شو بتمهد؟ طيب الاسرائيلي بالمقابل شو عنده؟ ما كمان ناخذ المؤشر من عند الاسرائيلي كمان لمشاهدي يعرفوا بقى وزملاء اكثر، يعني اللي يمكن يختلفوا معنا بالرؤى لازم نوضح لبعض كلنا، مهمه هاي. باخر اسبوع كتير تصاعد الصراع، رجع يعني رجع نشوف لابيد جانتس بده يفل من مجلس الحرب، مجلس الحرب اللي عم يدير الامور بده يفل منه، يعني بده نتنياهو انتم فريقك تحمل المسؤوليه. لما بيصير هيك بخلال اخر الايام الحرب، هذا بيصير بمرحله اللي فيها تفاوض. لو ما في عن جد شافوا انه خلص ورايح الامور باتجاه غير اللي هن بدهم اياه، ما كانت ولعت الامور بيناتهم هيك وبلشوا من هلا. الانقسام كان حاصل من قبل، قبل كان له سياقه بالحرب بالعفو، من نحكي باول الحرب بعد ما اجوا شكلوا مجلس الحرب الامريكان وقعدوا مع بعض، يعني الصراع كان يعني هيك بعض المرات يعلق الاعلام الصهيوني والله بني جانس ما قعد حد نتنياهو، بس لا كان توجههم واضح، هدفهم واضح، كانوا كلهم عم بيعبروا عن نفس الموضوع، اليوم ما عم بيعبروا عن نفس الموضوع وعم يشتبكين. طيب جالنت اللي كان عم بيقول ليكو بلبنان، يا هون لك ليش، يا الموضوع السياسي يا الحل العسكري، امبارح غير حكيته، قال نحن نفضل الحل السياسي لأن الحرب مع حزب الله ستعني انه لن نتمكن من تدميره بشكل كامل، شو يعني؟ ما كمان اكيد لما كان عم بيقولوا خففوا هذا السقف اللي انتم عم تلاقوه، انتم كل النتائج اللي نحن وصلنا لها بما فيها اوكشتاين لما حكى معك وقعد معك كانت واضح شو قال له، واضحه اصلا ما بدهمش انه والله ما وتسربت، واصلا انه ما في شيء بالمنطقه قبل وقف الحرب على غزه. اللي ببلش الحكي بالتفاوض وبالتفاصيل بعد وقف الحرب على غزه، شوف هذا سمعوه من اليمنيه بالعلن وبالسر، بالسر لانه عبر الوسيط العماني، سمعوه من العراقيه والعراقيه راحوا طوروا الضربات، لانه شوف لما عم تشتد الضربات عم بيقولوا نحن مستعدين نكمل كقوى يعني مقاومه وحده الموقف، وسمعوه من حزب الله في وضوح اكثر من هيك بعد حزب الله سمح السيد حسن يطلع يقولها، وسمعوه من حركه حماس بالعلن وبالعكس لما صار اغتيال الشهيد العاروري وحاول يستثمر بالتفاوض واعتبره ورتو قالوا بنجمد المفاوضات، نجمد المفاوضات ركضوا الامريكان. الامريكان اكيد مع قتل الشهيد العاروري، مع قتل كل المنقضى عليها، ولكن انه ركضوا الامريكان
لا من التفاوض بدنا نكمله. اوكي شو اللي اسماعيل هنيه وكلهم واضح الموقف لهم من هون، بعدين بنحكي بالامور الثانيه. هذا موضوع اسرى وما اسرى، هذا تفصيل. هذا اصلا نتنياهو ثلاث ارباع العائلات اسرى كان يزعبهم ما يقبلش يحكي معهم. حتى نتنياهو بيقول لك انا مقدم 10 15000 جندي بين اصابه واعاقه وقتيل، وعندي 110 اسرى، انا عندي اهداف اسرائيل عليها بالمأزق الامني للكيان ككل، بدي احاول اعالجها. طيب رجعت التقديرات الامنيه تحكي عن مأزق بالضفه الغربيه، الضفه اللي حاول يلجمها، اللي عمله بالضفه بهو الشهر هو لجم لانه بيعرف ما في حل. طيب والجبهه الشماليه، الامور بالشرق الاوسط مش باوكرانيا، بعدهم المقاربات هونيك بتقاتل 10 سنين، هون لا، هون مصدر الطاقه، هون ممرات البحريه، هون استعرت المنطقه مصيبه على العالم كله، ما بتضلها بالمنطقه. هون معي كان جينا احنا بالايام الاولى لهون قلت لك خارطه هي هون، اذا الامور تطورت هي هيك. طيب هالامريكاني ما بده اياها وما بيتحملها، وبعده عم بيقول ويطلع ويحكي انه احنا يا خيي خفض التصعيد خفض التصعيد. هذا الحكي اللي كتير تصاعد بالايام الاخيره مع اللي انا عم بقدمهم من هون، اضافه للي فيهم يحكوا كتار مع فصائل المقاومه وبيعرفوا انه الامور واضح انه هذا خلينا بديش سميت عنه هذا الشده من موقف المقاومه، هذا له علاقه بالسقوف اللي له علاقه بالتفاوض. عم بتلاقي انه في تراجع بحده الموقف اللي كان بالاول الامريكي لأنه اليوم في فشل على الارض، كيف عم يتنفس؟ في فشل بتحقيق الاهداف، في عم يترجم انه عم بيعملوا مساعي. شوفي قبل جوله بلينكن لما اجى كيف عم يترجم بالدعم العسكري اللي كان عم يتقدم، بلينكن اجى بعد الهدنه الاولى اجى وقف الهدنه، هو طرحوا سقف عالي على حماس لتقول لا، وقال لهم حماس تحمل مسؤوليه، اعطاهم شهر، رجع اجى كنسكو اعطى شهر ثاني مش هيك، اعطى او عفوا اجا واعطى فتره هيدي الشهر هول الشهر ليناير، كل نفسه في كل هالحكيات انه هدول كانوا عم يشغلوا هون نحن بنقدر نعمل منجز نسوي بجنوب غزه والى اخره والشمال وما الشمال مش هيك، مش هذا اللي عمله بلينكن. طيب شو كان عم ينعمل بهي المرحله في ظل العمليه العسكريه؟ اذا حقق العمليه العسكريه ممتاز بيكون. كان عم ينعملت عمليه ضغط كبيره جدا جدا على الفلسطينيين تقديم تليين لينوا موقفهم. ما زبطت. شو كان عم يطرح قبل هلا ما بلش الحديث؟ ليش كي وقف؟ ليش كي والمقامه كلها قالت وقف اطلاق نار وبنحكي؟ لانه الاسرائيلي بالمقترح اللي مقدمه وللامريكان حاولوا يروجوا له وقف نار متدرج يخدم مصلحته، بيطلع بصوره نصر انه خطوه قبل خطوه. بموضوع غزه ما فيك تعمل خطوه قبل خطوه، ما بتزبط، ما بتركب، يعني ما بتخلص الحرب بخطوه. ليه هو قال انا انتقلت لمرحله العمليات الخاصه؟ شو بدي فيها هدول عليها يعني هون مع اللي قال العميد حطيتها انه هيدي مرحله ثانيه وثالثه ورابعه، ما اصلا بمجرد يقول انا بطلت مرحله ثانيه اللي هي الذروه، اذا بالذروه ما عملت شيء يعني بمرحله الاقل ذروه بدك تعمل، هذا حكي له علاقه بالضغط، ما مش مرتبط يعني. الفكره هي التلويحات، ليك شوفي بالحرب في كثير كثير صار كثير من المناورات من هيدا الجانب. المسار هو الواضح كالتالي، هلا اذا نحن وصلت لنتيجه نعم، اذا وصلت لنتيجه هلا الموضوع بكون سنذهب الى وقف اطلاق نار وبده يكون في مروحه تفاوض كبير جدا، اذا ما وصلت لنتيجه بده نروح لتصعيد اعلى من اللي عم نشوفه هلا اكيد، يعني يرتقي الى مستوى لا لا حرب لا لا شامله مرتق... او اكبر. لا مش هو الحرب الشامله منا ما بعدنا عم نقول لا الامريكاني ولا ما حدا بده الحرب، الحرب الشامله بيعمي الحرب الشامله بمنطقه يعني الشرق الاوسط مصدر الطاقه والممرات العالميه المهمه هي بهالمنطقه بتولع ما بتضل هون، لا الكل عم بيتجنبها يعني. فبس بعتقد انه الامور اذا بتكمل بالمسار اللي احنا شايفينه، ولا نحن نحكم على المسار، بدنا نروح بوقت قريب لانه لا تترتب الامور بما تريده قوى المقاومه. نعم يمكن عندك فاصل، بعد الفاصل بنقول لك شو النقطتين اللي حافظت عليهم حماس اللي بعتقد هن بياكدوا الكثير من 100%. بعد هذا الفاصل مشاهدينا خليكم معنا. الأخير مشاهدينا من حوار اليوم مع الكاتب السياسي الأستاذ خليل نصر الله. أستاذ خليل كنت عم تحكينا عن نقطتين إذا بدك أو إنجازين يعني حققتهم حركة المقاومة بغزة حماس تحديدا، ما هي؟ كمان بدنا نحكي بوضع غزة أنه لن يعود كما كان سابقا، عم نحكي من حيث الوضع السياسي اللي كانت عم تفرض طبعا هذا الأمريكان عم بيقولوا هيك والإسرائيلي عم بيقولوا هيك. في نقطتين أنا بعتقد خلصت تم التخطي فيهم. النقطة الأولى بقاء المقاومة، فصائل المقاومة فيهم حماس، هلا هيدي مرتبطة هلا هيك عم تقلي إنه أنا عم بحكي لا مش أنت عم بقول لك هن الإسرائيلي عم بيحاولوا يطلبوا هيك، أنا هلا بقدر أطرح سؤال إنه هن بدهم هن عم بيحاولوا يطرحوا هذا الموضوع انطرح يعني، بالعكس سؤالك مشروع جدا 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 ولا علاقة بالإسرائيل ما أنا لكرمال ما نفهم غلط، هن الإسرائيلي عم بيطرحوا هيك وحقنا نحن نطرح السؤال هيدا.
النقطة الأولى هي لا علاقة بهذا الموضوع، إنه موضوع حماس. النقطة الثانية موضوع المس بالمقاومة، المقاومة ماذا لسه؟ أنت لا تقضي على قياداتها ولا تقضي على مخزونها ولا شيء، وعم بيضربوا لك تل أبيب، والأمور واضحة جدا كيف إنه هدول الموضوعين صاروا على جنب. اللي عم ينحكى هو هون وقت القوة الإسرائيلية، هو عملية التدمير اللي عملها. هون بنجاوب على سؤالك. تدمير قطاع المادي والبشري والخسائر. أول شيء أوقع عدد خسائر بشهداء مدين كبير جدا. اثنين، دمر البنى التحتية. يعني انت عم تحكي مدينه مثل غزه وهي من مدن الجميله جدا، على عكس تصورات البعض اللي ما شايف عنا شيء، مدينه جميله جدا من هيك هي كمان صحيح هدف فيها مخيمات وهول، لكن هول لانه علاقه بالمهجرين من اراضي 48 اللي كانوا ب 7 اكتوبر عم يدافعوا عن ارضهم، بدهم ارضهم الجماعه واسراهم وناس. فهو خلق مأزق لحماس، انه بكون ضلكم تحكموا اوكي بس انا خلق لكم مأزق. هون التفاوض عم بيصير هلا اليوم، مو عم بقول انه انا مأزق يعني تقليب الشارع الغزاوي، انه على المدى الطويل هيدا الموضوع حماس. عم بيراهن على هيدا الجانب انه هو خلق مأزق لحماس، كيف بدك تدير القطاع وما فيش بنى تحتيه؟ هون بده يعني هو اللي عم بيحكي موضوع يضغط بموضوع اعاده الاعمار وبهيدي المسائل ويحاولوا يحصلوا نقاط لهم هون. هلا المأزق الامني الاكبر اللي له هو بده يروح يشوف علاجات ثانيه، يعني ما عنده حل. يعني هذا المأزق اللي عم بيحيط فيه لبنان، اليمن، الضفه، كنا مش ما لقى له حل، وكنا نحكي من زمان بصعوبه الحل. هو يدرك هذا الامر، يعني شوف الاسرائيلي بيعبر صراحه. بالاجابه المباشره على سؤالك اللي له علاقه انه الامريكان شفت كذا مره طرحوا انه وضع سياسي مختلف بعد الحرب، شو الوضع السياسي؟ بس قبل لو سمح، يعني قدر يعمل شيء الاسرائيلي اليوم بانه مش هينه كمان انه الحاضنة الشعبية عم نحكي اللي كانت للمقاومة وربما ما زالت انه يأثر فيها، يأثر برأيها بموقفها وستبقى. يعني اللي ما بيعرف الغزيين والفلسطينيين بده يتعرف هو عم يطرح التفاوض، هو عم يطرحها مثل ما عملوا باليمن. بس ما قدر يحقق كل الشعب اليمني، كل ما يقولوا لهم صنع شيلون الحصار، ما نحن بدنا تنازلات سياسية، بيردوا صنع ترفض هيدا، هلا رفضت وبين انه هي الصح. كذلك الامر بقطاع غزه يعني بس هون بالمحل هذا. بس هو شو اهداف الحرب اللي رفعها؟ انت هون بدك تقارب، انت هو القضاء على حماس، قضاء على غزه، خلص ما فيش حماس بغزه، بحر بدنا نجرفها، مستوطنين بدهم يطلعوا على البحر. مش هذا الحكي اللي كان بالبدايه؟ وينهم هون؟ هو بحط دائما انه انا بعتبر هو بعتبر انجاز، بين انه هو نعم مؤذي عمليه تدمير قطاع، هو بيعتبره انجاز له. هو بيصرفوا بالتفاوض هيدا، لانه عم تحكي حماس برفع الحصار، عم تحكي بفك الحصار، راحوا اكثر لهم مطار وميناء، ما هو في مطار رفح وميناء، مطار وميناء. نعم. هذا اللي كان عم ينحكى. طيب، اليوم بالبدائل ما بعد الحرب، إذا بتلاحظي مبكرا بدأ ينحكى مما بعد الحرب، وقت الأمريكان تحمسوا كمان. بعد أسبوعين من الحرب بلش يحكوا مرحلة ما بعد الحرب ومن يحكم غزة. طبعا بلش يتغير الحكي. طيب، بنحكي بالأمور، الإسرائيلي آخر شيء طلع، أول شيء قاله محمود عباس، السلطة الفلسطينية. طلعهم قبل انه علنية بموضوع بس قال لم ينجح في الضفة الغربية، بده ينجح بقطاع غزة. وكانوا دائما يقولوا انتم ما بتبقوا بقطاع غزة، حكى بقصة دول وما دول، حكي ما اسرائيل ما بتقبله طبعا، خاصة عن جهيتها ما بتقبله. نقطة ثلاثة اللي هلا انطرح من فترة شيء كمان ثالث، انه نجي بنعمل بنقول انه 67 اراضي 67 وبنعمل، هلا طبعا حل دولتين هذا حبر عوارة، هذا ما فيش، عفوا هذا فيش منه، فيش مش ملموس مش مرسوم، مش معروف يعني حل دولتين، هذا مصطلح اعلامي اكثر ما هو وقع. وحدود ال 67 على كل حال نعمل الانتخابات. ما حبيبي انتو حماس تشحب بالانتخابات بال 2005 واكتسحت بالضفة الغربية، اخذوا الاسرائيليين حطوهم بالحبس، المجلس التشريعي كله، وصار بعد الانقسام. والسنة الماضية اشتباك بين حماس وبين السلطة محمود عباس وجماعته، التعور التنسيق الامجي، وبحجه معينه اجل الانتخابات لانه عارف الحاضنه الشعبيه مش معه. اسرائيلي ما حيقبل هذا الموضوع لانه بيعرف الحاضنه الشعبيه بالضفه الغربيه مش مع السلطه الفلسطينيه. هي مع مين؟ مع قوى المقاومه، جهات حماس، هن هيدول معهم، وبالتالي اي شيء من هيدا النوع هو يعزز قوه حماس وحضور حماس على الساحه الفلسطينيه وليس العكس. الضفه الغربيه هي النقطه الاساسيه، خاصه مع هيدي القوى اللي تحمل عمليه كما يعبرون هم كنس اسرائيل، مش هيك بيقولوا؟ مش هذا القوى المقاومه تحكيه؟ لذلك عنده مشكله بهذا الموضوع. اجى خيار سخيف جدا جدا جدا، انه نحن نعمل اداره مدنيه بقطاع غزه، يعني نجيب وجهاء تحيينه، انه اصلا هيدا بتحكيه لما ما بيكون في شيء اسمه حماس، يعني مش عن جد لما ما بيكون فيش حماس، فيش شيء حدا عم بيقوس عليك رصاص تعمل هيدا الموضوع.
بس انت عندك باقي كله عم تطرح هيدا الجانب، ما فيك تعمل الا وانت قاعد جوا بقلب القطاع، لانه انت بالحاكم العسكري المفروض، مثل ما كنت عامل بما يسمى سميه الحزام الامني جنوب لبنان، ما كان عامل اداره مدنيه وعامل جيش من هاي الاداره من المنطقه بسميه جيش لحد، وحاطط عقل هاشم وهيدول كلهم المعروفين اللي مين كانوا شو عم بيعملوا بالعالم وينكلوا، وتم القصاص يعني على اي حال، وواعد هو بالمواقع واللي بده عم يديره، عامل اداره مدنيه، بس هذا ولا شيء. هذا كيفك تعمله انت يعني؟ هذا ما بيقبله. انا عم للمشاهده، هذا عقل ما بيقبل. كل هذه الخيارات كانت مجربه ومطروحه اليوم يعني. التالي عودا عم شغل عودا على بدء اللي حكيناه بالاول. اليوم في واضح بالامر يعني الخطاب الامريكاني تسليم ببقاء حماس. هلا بدهم يضغطوا على حماس، هلا بدهم يحاولوا يحملوا حماس اثقال للسنوات والمراحل المقبلة. بالنسبة للمقاومة الإسلامية، حماس تعبر عن المقاومة أولوية، يعني المقاومة وحماية المقاومة، لأنه حماية المقاومة حماية الناس، حماية الشعب، حماية الأمل بالتحرير. بالنسبة للفلسطيني عنده أمل بالتحرير بالمقاومة، أكيد الأمل بالتحرير ما حيكون لا بالتفاوض ولا بتسكير معبر رفح ولا بإنزال جوي بالطائرات الأردنية بزت له كم كيس بنجو، لا بنجو ضوء احمر وتلزيق، مش هيك يعني. هذا مش امل تحرير، امل تحرير هو المقاومه اللي على ارض قطاع غزه. فبالتالي هيدي المحاولة تحميل المقاومه اثقال، بعتقد كمان بده يكون لها حلول يعني بالنسبه للقوى المقاومه اللي عم تشتغل بالمنطقه، لانه ايضا ضمن الطروحات التفاوض اليوم انحكى انه لا اعمار بس بضمانه امميه، يعني عم يلزمون داخل مجلس الامن، يعني ما فيهم يتهربوا وحصار مجلس يعني الامن. مين عم يلزموا مين؟ مين لا ما هو لما بصير تطلع من يعني قبل كانوا يقولوا اعاده الاعمار يلا يا دول مين حتعه، هلا عم بيقولوا ان حماس عم بتقول لهم عبر الامم المتحده بضمانه الامم المتحده. يعني انتم حتى يا امريكان جزء من الامم المتحده ملتزمين، والصيني ملتزم والروسي ملتزم والعالم كلها ملتزمه بهذا الموضوع. بلك هي الخيارات اللي عم تنطرح. طب شو هي الاعباء اللي بدها تتحملها حماس اذا يعني؟ هن عم بيحاول ما عم بلك هلا بالتفاوض هيدا اللي عم بيصير، بده يحملوا حماس انه هيدي البيئه تنتفض اكثر، تنتفض على حماس مش على الاسرائيلي. امبارح في مشهد كثير بيختص المشهد بعتقد بيجاوب على كل هيدي التساؤلات. نحن باليوم قديش من الحرب يعني فوق ال 95 امبارح بثت قناه بثت الكتاب القسام مشهد اطلاق الصواريخ الليليه على قطاع غزه، اتمنى تعرضوه على الهواء وبس تنحط مع الصوت تشوفي الصفير والتزئيف من العالم لما طلعوا الصواريخ على تل ابيب. هذا الجواب للاسرائيلي اللي بده يقلب البيئه على المقاومه، هي البيئه على طول مقدامه. الغزاوي اذا بتقول له انت انه بيقول لك لحظه انا غزاوي يعني انا بموت وما بسلم، هيك بيفكروا الغزاويين اللي بعد 100 يوم عم بزق وهو تحت الدمار والشهداء عم بزقف للصواريخ ويصفر ويكبر ويهلل انه عم تطلع على تل ابيب. امبارح هيدا اللي صار، يعني انا شفت المشهد ذهلت بهيدي النقطه، شو بدي يعني حطيت التحليل وانه عم بيضربوا قدرات عشان طلع انه هيدا العالم بعد ما بتنكسر هاي. فلذلك عمليه المراهنه على هيدا الجانب، الناس مستعده سواء بغزه وبلبنان وكله معروف، يعني نحن على تماس كمان اللي ما بيعرف مستعدين ناكل التراب ونحمي كرامتنا ومقاومتنا، هيدا محسومه، لانه هو الامل بكره، امل بكره بعمره ما كانت لا القرارات الدوليه ولا غير القرارات الدوليه، حتى هذا الرقم 1701 اذا بتتصل عليه بيقول لك خارج الخدمه، يعني ما مش موجود بالخدمه، يعني ما بعرف ليش البعض بيتصلوا عليك اليوم بدقوا على مخاش تعذبوا حالكم. طيب شيلوا من ايديكم لانه مش ظابطه، يعني كمان في صوره موجوده يعني واقعيه انه قاده المقاومه بغزه انه هن حاميين نفسهم مقابل هذا قال لك شو القتل الوحشي اللي عم يقول فيه اسرائيل هول للمدنيين عم نحكي. هودي لما بدنا نزكسكوا البعض على القهوه وكونوا قاعدين على تويتر بيكتبوهم بس بصيروا يقولوا هيك، قال لك انا بكره خلص من السيد حسن طيب يطلع بيقعد بعيط الشعب على شي برندا مثلا، ويحيى السنوار بيطلع بيدلو على شي بناء، يعني قائد يلا بده يدير عمليه شو بديرها يعني بيطلع شو بيعمل. هذا مفهوم خاطئ، يعني مثل بيقول لك ليكي بس هون يعني سؤالك مهم ولف يعني ذكرني بشيء حلو، يعني رغم انه بعرف انه عم تحاولي تاخذي جواب لحتى نرد على هول، بس لاقول لك شيء عمل كثيرا في المنطقة العربية في لبنان واليمن على محاولة إيجاد شرخ بين القيادة وبين الجمهور. تذكر قصة 17 تشرين اللي هن كان عندهم قيادة بس انه بتعرفي كذابين هودي اللي حاولوا شو اسمه ياخذوا المشهد هول، وهلا معروف من توجههم البعض لهم، كانوا يقولوا لازم تنتفضوا على القيادات، لحظة دائما يقولوا ما نحن ما عندناش قيادة. نحن ثورة شعب وعم تشجعوا الاخرين، شو بترد على القائد؟ باليمن عملوا نفس الموضوع، بالعراق عملوا نفس دائما اجت هذا الشرخ، ليش الاسرائيلي بلا قياده مثلا؟ في شيء ثوره بالعالم وامي بالعالم بلا قياده، المقاومه في لبنان ثوره، المقاومه في فلسطين ثوره.
وعملية الرابط الديني والأخلاقي والالتزامي والمبدأ والإنساني وحتى بالحساب المصلحي يعمق العلاقة بين شعب المقاومة وبين قيادات المقاومة وبين المقاومات بالمنطقة. إذا هذا المفهوم مفهوم سائط، أنه مش منطقيا محمد الضيف يطلع يقعد على البناية، يعني كيف يعني ما خلص إذا راحت القيادة وكلهم قعدوا على القيادات فالعوض بسلامتهم، وإذا عم يحكوا عن هدول اللي برا واقع حماس مش واقع حزب الله، يعني طبيعي يكون ناس برا وناس جوا. رئيس مجلس النواب عم يلتقي قائد القوات اليونيفيل والوكيل الامين العام للامم المتحده بلبنان جان بيير لاكروا، هذا خلينا نحكي شوي عن قرار 1701 ودور القوات الدوليه بجنوب لبنان. عم ينعرض الاسرائيلي عم يشتغل على عداد قتلى، يعني هي 9 فوق الخمسه تعول الصبح بموضوع العداد القتلى بلش يشتغل عنده، بلش يطلعوا مثل اي اخر ايام حرب تموز. هلا عم يعترف ب9 الصبح 5 وامبارح 9، هل الاسرائيلي بلش يعني ربما بحجم 17-01 شو الضحايا اللي ضحايا أسد نورة 17-01 يعني خلي يلزموا الإسرائيلي. بدي أخذ منك بس قلك شغلي، مش من منطلق طائفي، اللي عم يشتغل بجنوب 313، أنا مش عم بحكي شيء عام بس على سبيل هيك عم يعني يشتغل 313 ويقدموا دم دفاعا عن لبنان قبل كله قبل ما اجي لهون يعني نص ساعة تقريبا، يعني صوت الطيران الإسرائيلي ببيروت يعني شيء مستفز للغاية، غير موضوع الاغتيالات والعمليات الإجرامية اللي عم يعملها. بتعرفي الشيعة حزب الله شيعة يعني مش مخبيها شيعة، ومؤمنين ب 313 القيادات بمسألة الظهور وما الظهور، هو 313 عم يشتغلوا بجنوب اليوم، جماعة 313، أنا هيك بدي أحكي. دفاعا عن لبنان وفلسطين والأمة وكل ركن، دفاعا عن السني والدرزي والمسيحي والعلوي، خلينا نقول لهدول حتى البعض عم يلعبوا هيدا الوتر، وعلى كل هيدي الأمة. 17-01 ما عم يشتغل بجنوب، عم لك خط بتدق على الرقم 17-01 بيقول لك انه هيدا الرقم مش موجود. يا عمي 17-01 اسرائيلي عفوا مخزق فيه ليوم التخزين من 2000 شو بضل بالجو ونازل وطالع وعمليات امنيه بلبنان وبيبعت مسيرات على الضاحي، بتشتغل 17-01 عن جد هول منفصلين عن الحياه وعن الواقع وعن بتعرفي شو؟ لك الامريكان ما عم يحكوا فيه، يعني الامريكان جاي اليوم بيحكي 17-01، هيدا العالم ما بيفهم الا بمنطق القوه، يا خي انتم مش حابين تكونوا ضعاف وبتحبوا 17-01، يا خي احكوا مع الشركه تشغله بس ما بيشتغل، رقم بتتصلي فيه ما بيرد عليك، بتتصلي على 313 بيردوا عليك الكورنات والانقضاضيات يعني وردع الاسرائيلي، هيدا اللي عم يحمي البلد مع كامل قوى المقاومه. شوفي اليوم بجنوب في كثير فصائل مقاومه موجوده، يعني هلا بعض الاسرائيلي ما عمل عملية اجتياح، يعني هو إذا بتشوف هيك حتشوفي كتير كل اللبنانيين يقاتلون، وهيدي قصة إنه البعض لا في بالمقاومة من كل الأطياف والمذاهب، بس اليوم مين متصدر المشهد هو حزب الله، نقطة على أول السطر، هذا ال 313 جماعة 313 بيحموا البلد وبيقدموا دمهم للبلد ومش طالبين ثمن من حدا، 17-01 إذا بعد في منه شيء بينبل واللي مؤمن فيه يشرب زومه، لأنه ما بيمشي هذا حكي فاضي وهذا حكي ما له علاقة بالوقائع. ولو نحن بدنا نمشي 17-01 وحض الحيط كنا مشينا على شو اسمه هذا 425 ويخبزوا بالفراح، قال شو بال 2000 بيعونا إياها، هذا ال 425 تنفذ يا عمي مقر سنة 1978 جاي بعد 22 سنة اللي تنفذ، لا قوتنا هي اللي حررت البلد، قوة المقاومة اللبنانية بكل أطياف، حزب الله أمل كل الأطياف القومي كل اللي كانوا عم بيقاتلوا بجنوب لبنان هن اللي جابوا التحرير، مش اللي جاب التحرير هو ال 425 وهلا عيني هذه 17-01 بلوها اشربوا ميتها وانتم مبسوطين ومرتاحين، لا تعني شعب المقاومة ما بتعني الجنوب. يعني تحدث العميد سيادة العميد عن المنطق، اذا في منطق ما في حرب كبرى او توسع على الاقل للحرب، بس اليوم اسرائيل ما عندها هذا المنطق وعم نشوف يعني بكل اداء عبر كل هذا سنوات هذا الصراع الطويله. طيب اذا اليوم جاوزت المنطق والخطوط الحمراء وذهبت الى الحرب الى لبنان مثل ما عم بتهدد، رحت المنطقه اليوم في فئه كبيره يعني ما بعرف قد ايه كبيره راحت الحرب ضد هيدا الحرب راحت المنطقه وستحمل حزب الله المسؤوليه على الذهاب الى هيدا الحرب. اقول لك شغله، انه حزب الله بيحمل من قبل 2006 لليوم، حملوا شوي بعد مش مشكله، ما بيغيروا المواقع يعني بس اليوم البلد فعلا لا يتحمل الكريم. اليوم ما عندنا شيء نخسر اجى من برا لهون ليقعد مع مين؟ ليك طالما في اسرائيل فيش سلام بالمنطقه، هذا الكيان ما في، طالما هو موجود هون ما في،
لو لم يكن هناك إسرائيل لأوجدناها. رجع كررها بعد 60 أو 50 سنة، حكيها بالسبعينات جوزيف بايدن، جو بايدن رجع حكيها هلا. إذا شو هي إسرائيل؟ شو بتكون؟ حالة طبيعية والله، جنين إذا بدك أو طفل مهجن؟ كيف؟ في شيء مش منطقي بالموضوع. ما في سلام بالمنطقة حقيقي، وهيدا الكيان الإسرائيلي موجود. وبموضوع أنه اللي بلش الحرب هو الإسرائيلي، اللي معتدي على المنطقة هو الإسرائيلي، نحن بحالة دفاع ومن حقنا نحرر أرضنا ومن حقنا نحمي بلدنا. إذا الإسرائيلي راح للحرب لن تبقى في لبنان، من عملك الحرب الشاملة مش لبنان. إذا راح لحرب مفتوحة مع لبنان كل الجبهات ستشتعل كلها 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 بدون استثناء. بدي أتشكرك أستاذ خليل نصر الله الكاتب السياسي والخبير في الشؤون الإقليمية على حضورك لبرنامج حوار اليوم. الشكر الأخير لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.